وننتقل معكم الآن لمتابعة آخر أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك ليلى عمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس يمنح المنطقة الاقتصادية فرصا واعدة لتصبح منصة تنموية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم المار عبر قناة السويس من خلال بنية متكاملة تضم 6 موانئ ومناطق صناعية ولوجستية قائمة على الصناعات التكميلية وخدمات القيمة المضافة. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن تشغيل خدمات تموين السفن خلال شهر أبريل سيحقق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية المقدمة من خلال المنطقة الاقتصادية، وهو ما سينعكس بصورة كبيرة على دعم السياسات التسويقية لقناة السويس بصورة عامة. شدد وزير البترول طارق الملا على تحقيق إنتاج منجم السكري بنحو 5,200,000 أوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي، والتي تقدر إيرادتها بحوالي 7 مليار دولار و500 مليون دولار، مشيرا إلى أن قدرته المتوقعة ستحقق المزيد في ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافي المكثف به. وأوضح الملا خلال الجولة التفقدية بمنجم السكري بالصحراء الشرقية أن تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية في ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصرية من خلال المزايدات المطروحة يثري هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة. وأضاف الوزير أنه تم بدء تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، مضيفا أن هذه النتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات الهامة على أن الاستثمار التعديني بمصر في الطريق الصحيح. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.75% و 5%. وكان الفيدرالي الأمريكي قرر في أول فبراير الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5% و 4.75% لكبح الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد الولايات المتحدة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لليلى وسحر لاستكمال ما تبقى من 9. شكرا لك فاطمة خليل.